ساعه ما جه ما اضافش جديد للاهلي للاسف. فانا رايي ان المدرب الاجنبي مش عارف ليه عامل لنا عقده دايما في مصر، بس انا شايف ان هم يعني ما يبقوش على مارتن يولو. بقاء مارتن يولو ولا مع رحيله؟ بقاء مارتن يولو. لا مع بقاءه بصراحه، هو عامل بيعمل تشكيله حلوه في نص الملعب بصراحه. انا هو عاجبني. مارتن يولو ولا رحيله؟ بقاء مارتن يولو طبعا. بقاءه؟ مشوه لا مش مع مارتن يولو. مش مع مارتن يولو، هو عنده لعيبه ما بينزلهاش. لعيبه كانت ممكن تكسب الزمالك في اسوء حالاته. هو ما نزلهاش في ماتش الاهلي والزمالك. يعني مدرب عالمي بس مش ماشي مع الاهلي. هو يعني كويس وكل حاجه بس برضه مش ماشي مع الاهلي. مالكش بك عن الجهاز اللي هو معاه وجمال ادارات النادي، هم اللي عارفين مصلحه النادي فين. لو شايفين الراجل ده ماشي صح وهيكمل صح في مصلحه النادي، لو هم شايفين ان هو طبعا النتائج الاخيره ديت ما حدش يرضاها في النادي الاهلي، هم شايفين هو ده يرحل، ودي برضه قرارهم بتاعهم هم يعني. الصراحه شايف بقاء مارتينيول، بس لعيب لعيبه كبيره زي حسام غالي عنده خبره قديمه دلوقتي ما بيأديش في الملعب كويس. عمرو جمال بينزل برضه ما بيأديش. عماد متعب المفروض ينزل بداله. مؤمن زكريا برضه مع مارتن يول برضه ثابت عليه، معرفش هو مخطئ برضه في القرار ده. لأنه مدرب ملوش لازمة وعامل في الأهلي أزمة. وياخد 2 مليون على إيه؟ أنا مش عارف. يعني ده إهدار مال عام، يعتبر إهدار مال عام. مدرب مصري برقبته بياخد 60 70 ألف جنيه، وده بياخد بالدولارات.